أهلا بكم. يترقب العراق في 5 من آذار الحالي زيارة قداسة البابا فرانسيس إلى العراق، والتي ستمتد إلى 8 من آذار. وأطعت هذه الزيارة التاريخية لما فيها من معان ومبادرات لدعم السلام والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد، خصوصا في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية التي يمر بها العراق. مسيحيو العراق في عنكاوة في أربيل عاصمة إقليم كردستان يترقبون زيارة البابا إلى العراق. يسابق أهالي مدينة عنكاوة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الزمن لإكمال التحضيرات لاستقبال بابا الفاتيكان في أول زيارة له للإقليم. القرن الأول المسيحية دخلت إلى العراق من عام 70 ميلادية، وهذا شيء يعني يثير يعني يلايق أنه البابا يزور هذا البلد العريق. إلى اليوم المسيحية موجودة، وأيضا هي مسيحية تحتاج إلى تقرب من المجتمع المسيحي في العالم. ويزور البابا فرانسيس عنكاوة أكبر مدينة وتجمع مسيحي في العراق والشرق الأوسط، والتي يبطنها اليوم قرابة 65,000 مواطن و90% منهم من المسيحيين، وأن الاستعدادات اكتملت لاستقبال هذا الحدث الكبير في استقبال قداسة البابا في إقليم كردستان، حيث من المقرر أن يقيم البابا قداسا بحضور نحو 5,000 شخص في ملعب فرانسو حريري بأربيل. يعني كلتنا فرحانين، هو العالم المسيحي كله فرحان بهاي الجاية، يعني هاي كنا منتظريها من زمان، وكنا يعني دائما هو يزور بلدان ويقول ليش ما يجي للعراق، ليش يعني هم ماكو مسيحيين بالعراق. هذا الحدث تاريخيا أن يعني يجي البابا للعراق ويزور الموصل ويزور كل محافظات العراق، احنا منتظرين هاللحظة ان شاء الله بيزور العراق البابا، وهذا فتح حدث تاريخي، وراح احنا ننقل له معاناتنا المسيحيين صار بالعراق، وهو راح يشوفها. احنا عانينا هواي من الارهاب.